خلينا نبدأها في البداية بتعريف للسلام. السلام بمفهومه العام بيعني غياب العنف، سواء كان هذا العنف سواء عنف لفظي أو عنف معنوي أو عنف باستخدام السلاح من أجل القتل والاقتتال والحرب والاحتراب. والسلام في حد ذاته الناس بتتعامل أو بتسمع أن تم اتفاق سلام أو غيره، بتفتكر إنه القصة دي بتكون يعني حبر على ورق. لا، السلام قد يكون نوعين، في سلام فردي ما بين الفرد وأقرانه وسلام مجتمعي. السلام المجتمعي ده بيكون بين فئات المجتمع المختلفة فيما بينها، سواء كان اختلافها على مستوى ثقافتها أو على مستوى معتقداتها أو على مستوى مطالبها. دي بالنسبة لي يعني بصفة عامة، خلينا نقول التعريف للبناء وأيضا أقسامه ممكن يكون بناء السلام. بناء السلام عملية بالمناسبة مجتمعية، كل المجتمع مسؤول، من السلطة الإدارية والتنفيذية اللي بتقود البلد وبتشمل كافة أبناء الشعب بمختلف حاجاتهم وانتماءاتهم. المسألة بتاعت إنه عشان أنا أقدر أحقق بناء سلام حقيقي لابد أن أعمل على وقف النزاعات من أجل الاستقرار والتعايش، من أجل التطوير والبناء في المجتمع المطلوب نعم. فيه إرساء ثقافة السلام.